اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، خليها سمك النهارده. ومن حبنا للسمك احنا بنعيد الحلقه بتاعتنا يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره. هتعمل لنا ايه النهارده يا شيف؟ معايا بوري من خير مزارعنا اللي بيصدروا للدنيا كلها. بوري بولتي بيستنوه بره من الوقت للوقت علشان الطعم والجمال والسكر اللي فيه. انا هعمل النهارده البوري المشوي بالخضار. البوري محددين اقامته يتعمل سنجاري، يتعمل مشوي رده، لطيف وجميل. يعني لو سالتوني انا بحب البوري مشوي رده باستكاوي، انما اعمله مشوي بالخضار دي حاجه جديده. والفليفر والطعم من ايادي الشيف المغازي، هنشوف ازاي نعمله مع بعض. معانا سمك فيليه قشر بياض ورز مصري. جاي على بالي النهارده اعمل طبق سمك هيلسي للناس اللي بتعمل دايت، نعمل رجيم. لا ليا في السمك المشوي ولا المقلي، انا بحب اكل السمك كده سوتيه. فنشوف نعمل مع بعض ازاي شويه رز مصري غني بالنشويات والكربوهيدرات. الرز مش مضر خالص، احنا اللي بنحط فيه الاشكال المضره او الماتيريال اذا كان سمنه بلدي ولا حليب زي الرز المعمر. ولكن اعمله النهارده بطريقه هيلسي مع سمك فيليه قشر بياض خالي من الحسك او الشوك. معانا كابوريا الاطفال الحلوين اللي انا بحبهم والمتابعين ليا واللي بسمع صوتهم من خلال شاشه القناه الاولى والكلام الحلو اللي بيقولوه فيا. انا بهديلكم النهارده كابوريا جراتان، يعني هتخليكي تاكلي الكابوريا كانك بتاكلي ايس كريم، بس خلاص في الكفر بتاعها كده. واخلي لك الكابوريا واحطها في قلب الكفر مع موزاريلا مع كريمه وايت صوص مسترده لطيفه جميله، وتاكليها مع شويه مكرونه سباكيتي بالوايت صوص او حسب الرغبه. تفاصيل كتير النهارده وخليها سمك النهارده مع تركيه المغازي اللي بتبسط لك انك تخش مطبخك تعملي اكله سمك نفسك فيها، عزم حماتك عزم ماما عايزه تاكليها سمك من ايديكي. تابعوا الحلقة بعد الفاصل. تروحوا بعيد تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. خط سير الحلقة هيمشي معانا ازاي؟ معانا سمك بوري، وزن السمكة يتعدى 600 جرام، يعني 600 وكسور تقريبا. حلو. ومعانا سمك فيليه قشر بياض، ومعانا كابوريا سليمة ورز، وشوف هنعمل مع بعض المنيو بتاعنا ايه. هبدا باول حاجه السمك، هعمله مشوي بالخضار. ما يديره على الشاشه سمك بوري حسب عدد افراد الاسره، كيلو 2 كيلو وحدايه 2، يعني دي ما فيهاش تقيد، يعني حسب عدد افراد الاسره. معانا من الخضار فلفله ملونه، بصل وتوم، الخضره اللي انت حباها بس الاساسي فيها بصل وتوم وطماطم وفلفل ملون. حلو الكلام. والبهارات بتاعتنا اللطيفه، وما تنسيش الكرفس والكزبره الخضراء والبقدونس والشبت، تشكيله من الخضار اللطيف الحلو. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله. هنخلي الكابوريا دي على جنب لما يجي وقتها، بس انا عايز اعلمك حاجه وانا شغال. انت لما تيجي تخش المطبخ الشيف المغازي قبل ما اخش يقول يا شيف معاك 50 دقيقه، فانا بظبط شغلي والتايم بتاعي واللاين الشغل بتاعي على 50 دقيقه. انا عايزك في نفس الموضوع في المطبخ، وراك اشغالات تانية، ولاد داخلين على مدارس هنذاكر لهم، اهتمامات زوجيه، بيتك، ضيوفك، استقبالك، تهتم بنفسك، ما تقضيش وقتك كله في المطبخ. هتقضي يعني نص يومك كله في المطبخ؟ طب يعني نحسب العمر يبقى انت رايح نصه في المطبخ، ايه النتيجه؟ ممكن تطلعي في الاخر بطبق او اتنين. معايا مكرونه عايز اسلقها لان هقدمها مع مكرونه جلاتان. بعمل ايه؟ بسلقها وانا واقف كده. انا استفدت من النار واستغلت الوقت بالشكل ده كده. مكرونه ميه بتغلي اهيت، معاها شويه زيت، وابدا اشتغل في صينيه البوري وانا شغال. حلو. هناخد البوري بتاعنا متنظف زي الفل، دايما تشتريه من عند الراجل السماك، قول له يا راجل يا طيب عايز يا سمك تنظفه لي زيت وليمون. يعني ايه زيت وليمون؟ يعني تشيل الصدف منه وتشيل بطن السمكه وتبقى معايا بالشكل ده كده. وحذاري الكلام ده لازم حضرتك تبقي انت عارفاه، تروح السماك تقولوا له شيل لي راس السمكه وديل السمكه، مش عشان حاجه، عشان لما تروحي البيت تعرفي انت خدت سمك ايه من عند السماك، ما نضحكش عليك. تعرفي البوري من القاروص من اللوت وهكذا، تعرفي البلطي من الدنيس من الوقار وهكذا. مهم جدا انك تخلي ديل السمكه وراس السمكه هما عنوان السمكه. السكينه جاهزه معايا، بشيل الراس دي مش عايزها. حلو. وكمان الراس دي مش عايزها، يعني ايه ملهاش لازمه. ممكن نعمل حاجه حلوه دلوقتي مع بعض، بنحطها في ميه بتغلي على النار
بناخد منها شويه شوربه حلوين، مع ان راس البوري يعني او البلطي عموما يعني بتبقى نسبه الدهون قليله في الشوربه بتاعته. لو قرايه ماشي، قشر بياض ماشي، وهكذا. عندي ميه بتغلي على النار، بحط راس السمكه هنا واخد منها شويه مرق حلوين يعني. احط معاها عود خضار كده، بصلايه تومه، وانا شغال. حلو الكلام؟ زي الفل. شويه الشوربه دول هينفعونا في طبق مكرونه بنعمله، في طبق شوربه بنعمله، وهكذا. السمك جاهز معايا، بجهز الخضار بتاعنا، بس خلونا اقطع السمك الاول وارصه في الصينيه. بجيب الكسروله دي كده، تسمعي مني طريقه حلوه لشوربه السي فود، واهداء للوالد، ربنا يديله الصحه يا رب ويخليه لك، وكل سنه وهو طيب، وكل سنه والناس الطيبه اللي عيد ميلادهم النهارده. بنحضر الصينيه بتاعتي، يعني بتسلى معايا توم. شفت الجو ده كده؟ تومه، زيت زيتون، شويه بهارات حلوين، بصلايه مفرومه ناعم. فرضيه الصينيه كده، ركزي بقى عشان السمك ده بيحب الدلع شويه، تهتمي بيه لانه عزيز شويه. حلو؟ ويترص البوري في قلب الصينيه دي كده ني. طب الخضار هتحطه ني يا شيف؟ انت مستعجل على رزقك ليه؟ انت وراك حاجه؟ شوف الحلقه للاخر وقول لي رايك. ادي كزبره خضراء مع كرفس، كل ده في قلب الايه؟ ارضيه الصينيه. حلو قوي. والبهارات، بناخد البوري بتاعنا ده كده. دي كام؟ تقطع لكام؟ دي للسمك، هشيلها من هنا مش عايزها. ودي واحد اتنين على تلاته، تقطيع دي كده نفس القصه هنا. شوف انا بقطع السمك ازاي. برص هنا كده نفس القصه، ورا بعض كده. ناخد دي كمان على تلاته، حاجه ما خدتش وقت، هتحطها في الفرن وتنسيها لمده ساعة، نص ساعة، حسب حجم السمكة. على فكرة بالشكل ده كده، نفس القصة برضو. حلو. نفس الموضوع، تمام. ونشيل البلانش اللي قطعنا عليها ده كده، مش عايزينها. حلو قوي كده، لغايه دلوقتي زي الفل. هنجيب بلانشه ثانيه وسكينه ثانيه، ونشتغل مع شويه خضار حلوين لغايه كده. السمك نركنه على جنب، خليه كده ايه على الصوره الحلوه. الخضار بتاعنا فلفل احمر، بتقطع كريات صغيره، فلفل اصفر يتقطع كريات صغيرة، معانا بصل بالشكل ده كده، قطع جوليان، معايا طاسة شديدة الحرارة هنحط فيها زيت زيتون، ونمسك البصلاية دي نكرملها مع زيت الزيتون عشان ناخد الفليفر والطعم بتاعها. خلي بالك، طاسة هنا زي الفل سخنة، اللهم صل على النبي. شوية زيت، شفت المكرونة بتستوي، كسبت وقت. عندك حاجة تحطها في الفرن والفرن جاهز، حط شوية بطاطس يتسلقوا، مش مشكلة طالما الفرن شغال على الفاضي. دايما بنيجي نعمل كيكة نولع الفرن ونسيبه، هنعمل مكرونة نعمل سمك بنولع الفرن ونسيبه، إذا كان غاز أو كهرباء. إيه المشكلة لما أحط شوية بطاطس أشويهم؟ ايه المشكلة لو عندي قرع عسل احط نص قرعة عسلي واشويها؟ حلو الكلام. ايه المشكلة لما احط خمس ست بصلات يتشو؟ بصل المشوي ده انا بعشقه. هناخد البصل ده كده، بالمناسبة انا معايا هريسة حلوة اهيت، هستخدمها في الطاجن البوري بتاعي. حاضر يا امي. الفلفل الارنوتي او الفلفل الاحمر اللي بيطلع منه الهريسة الحلوة بتجيبيه يا امي، يتغسل وهو سليم كده، وبعدين نشيل البذر منه. سامعاني طيب؟ وبعد كده بنحطه في مكان تهويه مشمس مثلا يعني، او في البلكونه او قبال الشباك كده، الجو اللطيف الحلو ده كده لغايه لما يتيبس. حلو. وبعد كده لما تلاقيه نشف زي ما بنعمل الباميه،
وبعد كده بناخده بنفرمه في قلب الكبه. ده الصح يعني اخواننا السوريين، ده شطار في عمايله. وبعد كده ست الكل بنحط عليه بعد ما يتفرم يتحط عليه زيت زيتون ويتخزن في برطمانات تستخدميه وقت ما انت حابه. ده الخضار بتاع السمك بتاعي، البصل والطماطم والفلفل الملون. اخبار البصلايه ايه؟ ليه ما عملتش مع البصلايه كده؟ ما انا البصلايه دي عايز وقت وعايز طعم وعايز كرمله، فانا حطيتها في النار هي الاول بالشكل ده كده. انا بقى ضد ان احنا نحط كله ني في ني، اللي هو ايه البوري مع الخضر. لا لا، لازم اساوي الخضار واحطه على السمك، لان نسبه تسويه الخضار غير نسبه تسويه السمك. السمك ده هيستوي في 5 دقايق في 10 دقايق. زي ما انا شغال كده زي الفل. باخد الخضار بتاعنا ده كده، الله الله، صوت البصل بيجوع. ينزل بالخضار ده كده. في الكزبره، في الكرفس، في الثوم، في الطماطم، كل ده مع بعض. معايا شوربه، معايا هريسه حلوه للست الكل كانت بتتكلم عليها دلوقتي. معايا مكعب زبده اهو. كل ده هينزل على البوري دلوقتي، عاشق ومعشوق. ناخد مع بعض الشوربه اللي عندي، فاكرينها دي اهي، شوربه السمك البوري. بنزل بقى هنا كده، الله الله عليك يا شيف. بس خلاص نظبط الملح بتاعنا والبهارات بتاعتنا، شويه كمون، السمك البوري يحب الكمون، شويه بابريكا حلوين، شويه كركم مفيد، فلفل اسود والملح بتاعنا، كل ده على الخضار، ما حطيناش حاجه على البوري. ركزي معايا بقى علشان الموضوع هنا فيه خبره طهويه. سمكه البوري خليها زي ما هي كده حلوه. قلب ده كله مع بعضه، الله على الريحه الحلوه. ريحه الكرفس مع الثوم مع البصل، الكرمله اللي كرملناها مع مكعب الزبده، بهاراتك الحلوه. ناخد الخضار ده يا عم الشيف بريحه الكرفس الحلوه اللي قلبه الاستوديو ده كده زي ما هي كده. وعندي سمك انا قطعته بالشكل ده كده اهو. هناخد الخضره دي يا عم الشيف زي ما هي كده، تاخد غلوه على النار هنا. غير ان انا اقطع الخضار ني في ني مع السمك، انا مش بحب الجو ده، بتلاقي السمك زفر في الاخر. انا حطيت التوابل بتاعتي مع الطماطم والبصل، حابه تحطي كوسه حطي، سبانخ يا سلام لو في سبانخ طازه، جرجير يا سلام لو في جرجير يتقطع مع الخضار ده، ما اقولكيش بقى. كل الكلام دي والافكار دي خليك احسن منه واعمليها. انا بحطك على الطريق وانت سوقي. ناخد الخضار ده عم الشيف زي ما هو كده ونوزعه على البوري بتاعنا بتاع خير مزارعنا. يلا زي الفل. تنزل الشوربه دي كده بطن السمكيه. درجه حراره الفرن كام يا مغازي؟ 180، وتبين شخصيه السمك كده عشان ما تبانش ان هي صينيه تورلي. تضحك انا عارف. سمك دافعين فيه فلوس ده قد كده في الاخر نغطيه؟ لا بالعكس، عشان يبان على الصينيه كده ان احنا عاملين سمك بوري. ينزل كده ما بين السمك وبعضه. شفتوا صينيه البوري الحلوه دي كده؟ صورني معاها دي ولا نوديها فين دي يا فاروق؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زين. قشط جول العل العيد، شويه كرفس. لازم تبيني جلده السمكه وشكل السمكه وعنوان السمكه علشان في دهون اوميجا 3 ما بين جلده السمكه ولحم السمكه. دي اللوكيشن بتاع الدهون او اوميجا 3 في السمكه. درجه حراره الفرن عندي 180، صلي على الحبيب قلبك يطيب ان شاء الله. هناخد الصينيه دي زي ما هي كده وندخلها الفرن ونبص عليها بصه الوداع. لمده 15 دقيقه 20 دقيقه حسب حجم السمكه ووزنها. لا والله العظيم انت ابن حلال، انا بهدلك الصينيه دي، جيت في وقتك يا حبيبي. لو كنت استنيت اكتر من كده كنت زعلت قوي. صينيه بوري بتتكلم مصر، لان البوري بوري مصري من مزارعنا الجميلة الحلوة. اللي بنصدره للدنيا كلها. يا جمالك ويا دلعك يا مغازي. يلا بألف أنا وشفا للي ياكل. سيب كل حاجة وركز معاها. حلوة أوي. لا فلة. فلة
انت مش معايا الصورة على الشاشة حاجة وقدامي حاجة تانية، خلي بالك. اه حلو قوي. انا مش هشتغل في الكابوريا غير لما اشوف الصينية دي، ما تقلقش يا غالي، اقسم بالله العظيم فلة. خلي بالك اهو، خلي بالك. اه ده اللون وده الشكل المطلوب. اه اه شفت البوري مهري؟ شفت الصوت ده؟ سمع الصوت ده؟ ايه الفص ده؟ شفت السمكيه؟ شفت الفص طلع ازاي؟ يا ويلي يا عذابك يا اوبا. اه تفاصيل، تفاصيل. فين 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 الحلاوه؟ اه اه سمع الصوت ده؟ ده الصوت اللي انا عايزه. اه حلو قوي.